بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أعزائي الطالبات والطلاب، النهاردة بندي المحاضرة الثانية للأسبوع الرابع في مادة Facilities Planning. احنا بنكمل مع بعض شابتر 4 Personal Requirements. النقطة اللي هنتكلم أو النقاط اللي هنتكلم فيها النهاردة Very Interesting، يعني شيقة جدا، يعني لذيذة جدا ومش صعبة. هنتعلم ازاي اول حاجة، اول نقطة هنتكلم فيها ويلا نخش على طول على الموضوع. storage of employees personal belongings، المتعلقات الشخصية للموظفين هتتحط فين؟ هتحط في مكان اسمه locker rooms، والغرفة دي فالنهاردة بنتكلم على مكان حفظ او تخزين متعلقات الشخصية بالإنسان أو الموظف في ما يسمى locker rooms. وهي دي ده من ضمن الأمثلة اللي خاصة باللوكر روم، مجموعة من خزانات أو مجموعة من الدواليب الصغيرة بمفتاح وليه كود، وموجود كتير في المدارس والمصانع، وموجود في غرف خلع الملابس وللعيبة إلى آخره. فهناخد بعض الجايد لاينز وانت بتصمم أماكن أو storage employees personal belongings اللي هي locker rooms. location for storage of employee personal belongings should be provided between the employee entrance and work area. يعني لابد ان انا احدد مكان لتخزين متعلقات شخصية للموظفين بين المدخل اللي بيخش منه العمال والمكان العمل. Employees typically store lunches, briefcases and purses at their place of work. في الغالب العمال بيخزنوا الحاجات دي في مكان عملهم. Employees who are not required to change their clothes and who work in an environment where toxic substances don't exist need only to be provided with coat rack. يعني العمال اللي مش محتاجين ان هم يغيروا ملابسهم واللي بيشتغلوا في بيئة ما فيهاش اي سميات او اي مواد ضارة في الجو بتاعهم، مش محتاجين الا ان هم يكون عندهم coat rack اللي هو شماعة يحطوا عليها بلطو المعطف الجاكيت بدلة الى اخره. employees who either change their clothes or work where toxic substances are present should be provided with lockers. يعني الموظفين اللي اما شغالين او محتاجين ان هم يغيروا ملابسهم او بيشتغلوا في بيئة فيها مواد سمية موجودة في المكان، يعني فدول يجب ان احنا نوفر لهم lockers اللي هم المفروض الخزانات او الاماكن زي ما قلنا اللي بيحطوا فيها ملابسهم واغراضهم الشخصيه. The locker may be located in a corridor adjacent to the employee entrance if clothes changing doesn't take place. يعني اللوكرز مكانها يتحط فين؟ في ممر مجاور للمدخل بتاع العمال اذا كان clothes changing doesn't take، مش في المكان اللي هو مش هيحصل فيه ايه، مش هيحصل فيه تغيير ملابس. More commonly locker rooms are provided for each six even if clothes changing is not required. لو حتى لو مفيش تغيير ملابس فمطلوب او من الشائع ان احنا نوفر locker rooms لكل نوع، لكل للذكر وللانثى، يعني للنوعين. Each employee should be assigned a locker. كل موظف لازم يكون عنده او مخصص ليه مكان او صندوق صغير. For planning purposes، بالنسبة لأغراض التخطيط لهذا الموضوع، ف 6 square feet should be allocated for each person using the locker room. بنخصص لكل شخص 6 قدم مربع كمساحة يخزن فيها في اللوكر روم، يعني كل موظف هيكون ليه 6 قدم مربع. If shower facilities are to be provided، لو كان في هنقدم او هيكون في شاور
في الفاسيليتي. They should be located in the locker room. اللي يجب انها تتحط داخل ايه؟ داخل اللوكر روم. Sinks and mirrors are also typically included there. برضو بيبقى في موجود احواض، في مرايات داخل اللوكر روم. If toilet facilities are to be included, they must be physically separated from the locker room area. يعني should lunches be stored in the locker. لو كان في هنوفر تواليت، حمامات يعني للناس في داخل في اللوكر روم، فيجب انها فيزيكالي مكانها يكون منفصل عن اللوكر روم اريا، يعني غرفة خلع الملابس تبقى الحمامات بعيدة شوية، لان ما ينفعش طبعا ان انا اخزن في الحالة دي، لازم اللانشز تو بي ستورد ان ذا لوكر. في الحالة دي يا اما نحطها في الايه في اللوكر. لوكر رومز ار اوفن لوكيتد along an outside wall adjacent to the employee entrance. اللوكر رومز في الغالب بتبقى موجودة في حوالين السور او الحائط المجاور لمدخل العمال. This provides excellent ventilation and employee convenience while not interfering with the flow of work within the facility. ده في ميزة حلوة قوي ان هو بيدي تهوية ممتازة وراحة للموظفين بينما ما بيتعارضش مع الفلو اللي موجود داخل او فلو العمل اللي هو اداء العمل داخل الايه داخل المنشأة. الرسمة اللي قدامنا دي بتوضح لنا مثال ل بلاند انترنس اند تشينجينج روم لاي اوت. ده احد الايه احد الامثله تشينجينج روم لاي اوت. بصوا بقى الشرح بتاعها. العمال بيخشوا من المكان ده، ده البلانت انترنس، ده مدخل المصنع. بيخش، ممكن يخش لو محتاج انه يغير بيخش، لو الرجالة بتخش يمين السيدات بتخش يسار. يمين المكان ده مخصص للتغيير الملابس، ده شاور لو محتاج ياخد شاور او محتاج يخش تواليت. بعد ما يخرج من التواليت ممكن يخش على مباشرة على البلانت اريا، دي المنطقة بتاعت الايه بتاعت المصنع. نفس الكلام بالنسبة للايه للسيدات. المكان ده بيتحط فيه حاجات النظافة اللي يعلق فيها المقشة، الحاجات الخاصة بالعملية النظافة بالنسبة للعمال اللي شغالين في تنظيف الحمامات. ده عبارة عن نيرسينج ستيشن، وحدة اسعاف بسيطة، والباب بتاعها على البلانت اريا. في هنا الناس لو عايزه تخش من بره كده بعد ما خلصت الحاجات دي، تخش مثلا على الكافيتيريا، تخش تاخد تشتري حاجات، تاكل حاجه. هنا في مجموعه من المكاتب، بتكمل كده تخش لو عايزه هنا التواليت، تخش كده لو عايزه تقعد تستريح في اللوبي. نفس الكلام برضو لو ناس جايه من الناحيه دي. الرامب ده عباره عن مكان منحدر بيرتفع مع الوقت، وبعد كده بيوصل كده شوية سلالم الناس بتخش على ايه لوبي، وبرضو ده وسيلة برضو للخروج خروج او الدخول. ده المثال ده يوضح لنا البلانت انترنس اند تشينجينج روم لاي اوت. ده طبعا ايه نموذج من النماذج. النقطة التانية اللي هنتكلم فيها وهي في غاية الأهمية هي الريست رومز. الريست روم يجب ان هو يكون محطوط او مكانه في حدود 60 متر of every permanent workstation، لأي مكان عمل دائم او محطة عمل لابد نقطة الحمام تكون ما تبعدش عن 60 متر، يعني الشخص ما يمشيش اكتر من 60 متر عشان يخش الحمام. Decentralized restrooms often provide greater employee convenience than large centralized rooms. في عندنا نوعين من الريست رومز، اما تكون انها متوزعه على الادوار في اماكن مختلفه، او تكون متركزه في مكان واحد، مكان واحد للحمامات اللي هي decentralized و centralized. decentralized فيها ميزه انها بتدي راحه اكتر للعمال اكتر من اللي هي centralized rooms. Access to restroom must be available to handicapped employees.
طبعا دخول الحمامات يجب ان هو يكون متاح للموظفين الهانديكاب ذوي الاحتياجات الخاصة. Hence some restrooms must be at ground level. وبالتالي بنحتاج بعض restrooms تكون في مستوى الأرضي. Unless restrooms are designed for single occupancy. في بعض الأحيان بيبقى restrooms متصممة على أن شخص واحد اللي يخشها سواء راجل أو ست. Separate restrooms should be provided for each sex. المفترض أن احنا نعمل حمامات للرجال وحمامات للنساء. الكلام ده في أمريكا على فكرة. لأن الكتاب ده صناعة أمريكية. The recommended minimum number of toilets for the number of employees working within a facility is given in table 4.2. يعني هنا في الجدول ده بيدينا العدد أدنى عدد للحمامات أو التواليتس بالنسبة لعدد الموظفين اللي موجودين بيشتغلوا في أي منشأة. وهو جدول كبير وفي مجموعة جداول أخرى موجودة في الكتاب أرجو أن أنتم تبصوا عليها. ده تيبل 4.2 plumbing fixture requirements for number of employees. فهنجد أن الجدول ده متقسم أكتر من قسم. القسم الأولاني خاص بالبزنس ميركانتل industrial other than foundry and storage. يعني هي خاصة بالأماكن اللي فيها أعمال، أماكن التجارية، الأماكن الصناعية بخلاف المسابك والمخازن. ليها وضع خاص. هنشوفه في الجدول التالي. يعني الجدول التالي هيبقى فيه أو الجزء التاني من الجدول هو فيه الحاجات الصناعية والحداد والمسابك والمخازن. الجدول اللي بعده فيه الأسمبلي اللي هي الأماكن العامة والمنافع المصالح الحكومية مثلا. other than religious and school خلاف الأماكن التعبد والمدارس ليها برضو وضع مختلف. يعني دي الاسمبلي فقط. فنجد مثلا في الجدول الأول بيتكلم على water closets toilet أو water closets محتاجين واحد toilet لكل من 1 to 15 موظف. محتاجين هي water closets محتاجين 2 من 16 to 35 محتاجين 3 محتاجين 7 لكل من 1 لو العدد من 150 151 ل 190 لو العدد اكتر من 90 لغاية 100 230 يعني 40 كمان موظف زيادة عن 190 بنحتاج 8 واحد لكل 1 additional water closet for each 40 employees in excess of 190 لابراتوريس. بالنسبة للحمامات دي الأعداد المطلوبة لو محتاج حمام كامل مش مجرد قاعدة. واحد بنحتاج واحدة لكل من 1 to 20 موظف. وأنا عندك من 1 to 20 لغاية 20 موظف بتحتاج واحد لابراتوري بس. وهكذا بالنسبة لغاية رقم 8 أكتر من 175 و30 زيادة اللي بعد 175 لغاية من 175 ل 205 بتحتاج واحد زيادة one additional laboratory. نفس الكلام بس بالنسبة للإندستريال والفاوندريس والستوريج بيانات أخرى دي ريكومنديشن وده المينيمم ريكويرمنت يعني الحد الأدنى المفروض إنه أكتر. بالنسبة للأماكن العامة فهنلاقي جدول هنا مضاف ليه حاجة تانية زيادة يورينال طبعا ده بالنسبة للميل أكيوبانس بيحتاجة واحدة لكل 100 من 1 to 100 طبعا محتاجة 2 لكل من 101 لغاية 200 محتاجة 2 فقط وهكذا. وبعد كده بتحتاج 1 additional urinal اللي هي المبولة for each 300 occupants in excess of 1100 كل 300 زيادة بعد كده بتحتاج واحد زيادة يعني بتحتاج 6 في حالة لو انت من أول 1101 لغاية 1400 ده بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للأسمبلي. ودي أشكال مختلفة للووتر كلوزيتس والمقاسات بتاعتها. وطبعا كل الكلام ده بيبقى ليه ستاندرد معروف وموجود في جداول واللي بيهتم بيها أكتر من الناس أو تخصصات الأركيتكتشر الناس المعماريين والفرسم المعماري بيحتاجوا الحاجات دي. فيريتوري يورينال دي المبولة ولابد طبعا تكون في حاجات خاصة بالهانديكاب وده هنشوفه ان شاء الله في المكتوب دلوقتي.
ان ريست رومز 4، هو بيسموها ريست روم، احنا عندنا هنا بيسموها دبليو سي، فور ميلز يورينال may be substituted for a toilet. ممكن نشيل التوالت او نستغنى عن التواليت ونحط مكانها يورينال، مبوله بالنسبه للرجال. provided that، ولكن ده اثرش على برضو ان يكون عدد التواليتس is not reduced to least اقل من تلتين، two thirds، تلتين the minimum recommended in table 4.2 اللي احنا شفناه من شويه، بحيث ان العدد التواليتس احنا هنعمل substitution بس مش هنشيل كل التواليتس ونحط مكانها يورينال بالنسبه للميلز، لا احنا كل اللي هنعمله هنشيل بعضها، ولكن الحد الادنى اللي يكون موجود من التواليت نحافظ عليه انه not reduced لاقل من تلتين الحد الادنى الموصي بيه اللي موجود في الجدول 4-2، ونرجع له واحنا نعرف الحد الادنى. For each space planning purposes، بالنسبة بقى للتخطيط للمساحة الخاصة بالريست رومز، 15 square feet، وفي الغالب بتبقى 3 × 5 3 × 5 should be allowed for each toilet، يعني دي المساحة المخصصة لكل التويلت انت هتضيفه، 15 قدم مربع، and 6 square feet for each يورينال، بتحتاج 6 قدم مربع لكل يورينال هتضيفها في الحمام. تويلتس كمساحه، تويلتس اند يورينال must be designed to accommodate wheelchairs for handicapped employees as well. لابد التويلتس واليورينال يجب انها تكون مصممه انها ممكن واحد معاه كرسي قاعد عليه بالنسبه للهانديكاب، الموظف الهانديكاب كان مصمم انه يسمح. النو ريست روم شود ليس ذان 1 سينك بير 3 تويلتس بي بروفايدد، في اي حمام لابد ان انت تلاقي حوض لكل 3 تويلتس اتليست، مش ممكن تلاقي اقل من كده، اقل من حوض بالنسبه لكل 3، يعني نسبه 1 لـ 3، يعني كل 3 تويلتس يجب ان انت تكون في 1 سينك حوض. When multiple users may use a sink at a time، في بعض الأحيان بيبقى ممكن أكتر من يوزر يستخدم الحوض، حوض واحد، فإحنا إما نعمل سينك طولي أو سينك سيركولار ممكن يستخدم، بحيث إن إحنا نوزع المساحات بالتساوي على الإيه؟ على وان سينك، نوزع الناس على وان سينك. دي هنا بالنسبة للطول بيبقى طوله المسافات بتبقى 24 inch of sink أو 30 inch of circular basin. For planning purposes 6 square feet should be allowed for each sink، كل حوض مخصص له برضو ايه 6 زي اللي احنا خصصناها بالنسبة لإيه لليورينال. ده مثال عندنا موجود عندنا في الكتاب ل restroom layout with typical fixture clearances، يعني دي السماحات أو المسافات اللي مسموح بيها، الأبعاد اللي مسموح بيها داخل ريست روم تقليدي او ده التيبيكال، ده دي قلنا اللي هي اللينير سينك، وده السيركولار بيزن او سينك، ده الحوض الدائري، وده الحوض اللي هو الطويل اللي ممكن يستخدمه هنا اكتر من شخص، هنا ممكن يستخدمه برضو اكتر من شخص. ده الحمام اللي هو الهانديكاب، مجهز للهانديكاب ان هو يقدر يستخدمه سواء بالنسبه للسينك الحوض او بالنسبه للتويلت. الابعاد دي برضو مهمه جدا في عمليه الديزاين وتحديد السبيس ريكويرمنتس، وهنتكلم عنها برضو تاني اكتر من حاجه اهو، وفي ملخص في الاخر هنتكلم عنه، يمكن قلنا الحاجات دي قبل كده بس هنقولها تاني. بيتس اور كوتس شود بي بروفايدد ان ريست رومز فور وومنز، بالنسبه للنساء فاحنا المفترض ان احنا نزود في الحمامات اسره وكوتس اغطيه نظرا لظروف خاصه ممكن تحصل ايه لاي سيده موجوده عندنا في المؤسسه. The area should be segregated from the restroom by a partitioning or curtain، يعني لازم يكون المساحه اللي احنا بنخصصها دي فيها سرير ان يكون فيها معزوله منفصله كده، يكون فيها حاجز او يكون فيها ستاره بالشكل ده. If between 100 and
250 women are employed. لو احنا عندنا من 100 ل 250 سيدة متوظفين عندنا, two beds should be provided. العدد الأدنى هنا العدد السابع سريرين يكونوا موجودين في الحمام. One additional bed should be provided for each additional 250 female employees. لو زادوا عن 250 وصلوا من 250 ل 500 كل 250 نزود واحد كمان. Space allowance of 60 square feet should be used for each bed. كل سرير بيتخصص له المساحة دي 60 قدم مربع. طيب دي بعض الأرقام الجايد لاينز اللي ممكن تساعدنا واحنا بنصمم ريست روم. فهنجد ان اول رقم عندنا خاص بالمساحة المطلوبة لكل تويلت. دي المساحة المطلوبة لكل, دي المساحة المطلوبة لكل ليفيرتوري او سينك. دي المساحة المطلوبة لكل انترنس, المدخل نفسه, المدخل بتاع الحمام. وهي ظهر هنا في الرسمة دي, دي المساحة دي قول 3 في 5 يعني 15, واحنا قلنا عليها رقم 3 في 5 اللي هو المدخل 15 بالنود فور انترنس. في لو رجعنا للتكست بوك هنجد ان في الصفحه دي, اعتقد صفحه 150, هنجد ان في سبيس ريكويرمنتس الموجوده هنا تقدر تساعدك في حل مساله هنقولها عليها دلوقتي موجوده في الشيت. وده مثال بسيط يوضح لنا تيبيكال مينيمم كليرنس في تصميم المساحه الخاصه بهذا الريست روم. تعال نشوف المساله بتقول ايه. هي على سيكشن 4-3 فاسيلتي از تو هاوس 50 فيميل اند 50 ميل امبلويز. منشاه فيها 50 سيده و 50 راجل موظفين عندنا. Using a 40% allowance for aisles and clearances. في مساحة سماح 40% للممرات والزيادات. How much space should be planned for the restroom? يبقى دي المساحة اللي احنا محتاجينها للحمامات دي, الحمامات اللي تغطي العدد ده. احنا عندنا 50 راجل و 50 سيدة يعني مجموعهم 100, لكن ما تنسوش ان لازم يكون في حمامات للرجال والنساء. هو ده السؤال الوحيد على ريست رومز اللي موجود في الشيء. ده الجزء الثالث في شابتر 4 اللي هو البيرسونال ريكويرمنتس. النقطه 3 فود سيرفيسز اللي هي خدمات التغذيه او الاكل, نشاط الاكل داخل المؤسسه. بعض الناس بتشوف ان الفود سيرفيسز اكتيفيتيز بينظروا لها على انها نيسيسيتي, في بعض الناس بيبصوا لها انها كونفينينس, في بعض الناس بتعتبرها حاجه بقى لوكسري, حاجه يعني رفاهيه. يعني من نيسيسيتي لكونفينينس للوكسري, يعني مش الناس مش متفق على ايه, على حاجه معينه بالنسبه لتقديم وجبه للعمال داخل المنشاه. The viewpoint adopted, وجهه النظر بقى اللي انت تتبناها تتوقف على ايه. As well as a firm policy on off-premises dining subsidizing the costs of meals and the amount of time allowed for meals. معنى وجهة النظر المتبناة وبالإضافة إلى ذلك سياسة الشركة بالنسبة لتناول الطعام خارج حدود أو خارج مكان العمل, كمان الدعم اللي ممكن تقدمه في تكاليف الخاصة بالوجبات اللي ممكن تقدمها, كمان الوقت اللي هيكون مسموح به للوجبات, كل ده بيبقى ليه تأثير كبير جدا في التخطيط للفود سيرفيس فاسيلتيز. انك تخطط لمنشأة بتقدم خدمة الأكل بالنسبة للموظفين. فود سيرفيس فاسيلتيز should be planned by considering the number of employees who eat in the facilities during peak activity time. وانت بتخطط للفود سيرفيس فاسيلتي لابد ان انت تخطط بان انت تاخد في اعتبارك عدد العمال اللي المفترض هياكلوا داخل المنشأة اثناء وقت العمل او اثناء تنفيذ او نشاط العمل. Kitchen facilities
should be planned by considering the total number of meals to be served. وبرضو منشأة تجليه عشان المطبخ يجب ان انت تخطط لها وان انت تاخد في اعتبارك ساعتها ال total number of meals to be served, عدد الوجبات اللي بتتقدم للعمال. If employees eat in shifts, لو كان العمال بياكلوا على ورديات او فترات قصيرة, مش ورديات يعني الوردية 8 ساعات والكلام ده, لا in shifts يعني كل نص ساعة مخصصة لمجموعة معينة. The first third of each shift, يعني أول تلت من كل shift, وهنتكلم هنعرف قد إيه التلت ده, will typically be used by the employee preparing to eat and obtaining the meal. بيستخدم أول تلت من الوقت المخصص للبريك ده أو الميل بريك في للعمال, هم بيستخدموه في إن هم يجهزوا نفسهم للأكل وإن هم ياخدوا الأكل, ياخدوا الوجبة يعني. طب الوقت الباقي اللي هو التلتين of the time will be spent at a table eating, بياخدوه العمال في هم بياكلوا قاعدين على الترابيزة بياكلوا, يبقى جزء من الوقت اللي هو تلت الوقت المخصص اللي هم 30 ساعة بريك بتتخصص منهم تلتهم يعني 10 دقايق الناس بتجهز نفسها وتروح تاخد الوجبة, ال 20 دقيقة بياكلوا فيها قاعدين على الطاولة, ودول كفاية جدا. وبالتالي المثال if a 30 minute meal break is planned, dining shift as shown in table 4.3 may begin every 20 minutes. لو احنا بصينا للجدول اللي قدامنا ده table 4.3 بيوضح لنا اللانش بريك 30 minutes, بداية الشيفت ونهايتها تبقى ايه. فعندنا البيجينينج اوف لانش بريك لو احنا بناخد على اكتر من شيفت مخصص, مثلا ان احنا هناخد 4 شيفتس الناس تخلص فيهم وكل شيفت مدتها نص ساعة, فعندنا من الساعة 11:30 صباحا ممكن الناس اول فوق او اول شيفت يبتدي يجهز نفسه لللانش, دي البداية 11:30. تايم سيت داون ان تشير, خلاص جهزوا نفسهم وخدوا الوجبة, الوقت اللي هيقعدوا فيه على الكراسي عشان ياكلوا 11:40 يعني بعد 10 دقايق. التلت ساعة اللي بعد كده اللي هي من 11:40 دقيقة لغاية الساعة 12:00 ده نهاية اللانش بتاعهم, ان هم يقعدوا تلت ساعة, ده بالنسبة لأول شيفت. الشيفت التاني, هل الشيفت التاني يخش الساعة 12؟ لا, عبال ما يجهز نفسه مش عارف ايه ممكن يخش بعد التلت ساعة من بداية الشيفت الأولاني اللي هو فترة الأكل, هو دايما الفترة دي هتبقى ايه تلت ساعة بالنسبة ل 30 دقيقة بريك. في الفترة اللي هم الناس بتجهز نفسها 11:50 فبيبتدوا يقعدوا الساعة 12, وبكده يكون الناس اللي قبلهم أو الشيفت اللي قبلهم خلصوا, هم بيخلصوا الساعة 12 يعني, لابد الزمن ده يتطابق مع الزمن ده عشان ما يحصلش اوفرلاب ما بين التو شيفتس, الناس تخش ايه على بعضها وهي بتاكل, يخلصوا الساعة 12 وتلت. طيب 12 و10 خد بالك هنا الفرق دايما هيبقى تلت ساعة, 12 و10 يبتدوا, 12 وتلت يقعدوا لفترة ال 10 دقايق, وبعد كده تلت ساعة ياكلوا فيها لغاية 12:40, بعد كده 12:30 يبتدوا يجهزوا نفسهم لمدة 10 دقايق يقعدوا بعد ما خدوا الوجبة, وبعد كده يخلصوا ايه بعد تلت ساعة لغاية الساعة 1. 30 minute meal break is planned dining shifts, وموجود في الجدول ده. ممكن نعمل الجدول ده لو مثلا مخصصين بنفس الطريقة يعني 45 دقيقة بريك بنعملها بنفس الطريقة, يقول بريك از بلاند شيفتس مي بيجن افري 30 مينت, هتلاقي ان الشيفت يبتدي كل نص ساعة, كل نص ساعة لو هي 45, ليه؟ لان تلت الوقت كام؟ 15 دقيقة, يبقى الفترة الباقية اللي هي فترة الاكل بس هي 30 دقيقة. ده بالنسبة لايه؟ ليه لما يحصل شيفتس بالنسبه للكل تنظيم الوقت بتاعها. طيب يا ترى الفود سيرفيسز ريكويرمنتس ممكن نحققها ازاي؟ ممكن نحققها باربع بدائل. ايه هي؟ البديل الاولاني دايننج اواي فروم ذا فاسيلتي, اللي هو نسيبه يروح اي مطعم في خارج المؤسسه, احنا مش هنوفر له حاجه, انت هنديك وقت كده تروح تاكل اللي انت عايزه في اي مكان يعجبك. فيندنج ماشينز اند كافيتيريا, ده البديل التاني ان انا يبقى عندي فيندنج ماشين وكافيتيريا في المؤسسه.
البديل الثالث سيرفنج لاين اند كافيتيريا، يبقى في خط كده في اكل وبالاضافه الكافيتيريا. فول كيتشن يعني الكافيتيريا هي اللي بتبيع الكلام ده، ماشي مش مجاني. فول سيرف ساين اند كافيتيريا، فول كيتشن اند كافيتيريا، يكون عندك مطعم كامل فيه كل حاجه، وهنشوف ايه الفرق ما بين السيرفيس لاين او الكافيتيريا والفول كيتشن اند كافيتيريا. هتلاحظوا ان في كل الحالات كافيتيريا مشتركه في الثلاثه دول، وهنتكلم عنها بعد شويه. اول بديل عندنا اللي هو البديل الاولاني ان انا اسيبه certainly simplifies the task of the facilities planning planner. planner يعني هو كده بتبسط على المهمة على الفاسيلتس بلانر اللي هو مخطط المنشآت. ليه؟ لأن بسيبه يعني أنا مش هعمل حاجة داخل المؤسسة خاصة بالأكل وأسيبه هو إيه يخرج يجيب اللي هو عايزه أو ياكل بره في المكان اللي هو عايزه. however لكن دي طبعا بيبقى ليها disadvantages عيوب. requiring employees to leave the facility for meals would result in the following disadvantages. longer ميل بريكس، ممكن ياخد وقت طويل جدا في الاكل. A lost supervision، بفقد السيطره على الناس، الناس تيجي براحتها، الناس تيجي متاخره، الناس تيجي باعذار، الناس بترجع باي حجه، الناس ممكن تمشي تسيب العمل. A lost of worker interaction، تفاعل العمال مع بعضهم لما كل واحد يخرج كده في اي مكان ما يبقاش في انتراكشن بينهم، بنفقد الحته دي. loss of worker خلاف ان هم يكونوا موجودين في المكان. loss of worker concentration on the tasks to be performed، بتقل تركيز العامل بالنسبه للمهام اللي هي او شغله الجوب اللي هو بيقوم بيها. طيب نيجي بعد كده بالنسبه للثلاث بدائل الاخرين. for each of the three remaining food service alternatives كافيتيريا هي العامل المشترك بينهم. is required الكافيتيريا should be designed، لو اتكلمنا عن الكافيتيريا بس لانها مهمه جدا في الثلاث بدائل الاخرى. كافيتيريا should be designed so that employee can relax and dine conveniently. مهم جدا ان نصمم الكافيتيريا بحيث ان العمال يشعروا بالهدوء والراحه وياكلوا باريحيه زي ما بنقول. An integral part of the cafeteria is the food preparation or serving facilities. جزء متكامل من الكافيتيريا ان اعداد الطعام وتقديمه. لازم يكون عندنا serving facility, food preparation and serving facilities. حاجه تقدم الاكل او سوري حاجه تعد الاكل وحاجه تقدم الاكل. منشاه او facilities تسهيلات تقدم الاكل. The option of a serving line البديل بقى اللي هو الثالث. option of a serving line or full surface kitchen الرابع will be contingent on the number of employees to be served. مرتبط ب يعني لو استخدمت الاوبشن الثالث والرابع ده الاوبشن الثالث والرابع ده مرتبط بايه؟ مرتبط بان انا عدد الناس اللي انا هخدمهم، عدد الموظفين اللي انا هخدمهم، مشروط بعدد الموظفين اللي انا بخدمهم. فاذا كان if a facility employee over لو هما زياده عن 200 serving line is a feasible alternative. بالنسبه للفول كيتشن اعتقد ان هما لو زياده عن 400 عامل within the facility يبقى نعمل فول كيتشن، هيبقى economically feasible، ممكن من الناحيه الاقتصاديه هيغطي تكاليفه. يبقى عشان اختار البديل الثالث يبقى انا اعمل ايه؟ يبقى انا لازم يكون عندي في الفاسيلتي عدد موظفين زياده عن 200. يبقى في الحاله دي سيرفنج لاين از ا فيسبل الترناتيف. الرسمه اللي قدامنا دي figure 4 7 shows an efficient walk through serving line، خدمه وانت بتمشي كده في الخط لغايه ما توصل انك بتاخد كل اللي انت عايزه وايه وتخرج. which can be used for sandwiches in combination with a catered food surface. يعني فيها سندوتشات مع تقديم خدمة الوجبات مطعم او متعهد. فيج 4.7 العامل بيخش من المكان ده، ده طبعا الكيتشن بس طبعا مش مملوك للمؤسسة للمنشأة، ده هو فيه طرف متعهد بيجي ايه بيجيب الحاجات بتاعته ويحطها هنا، ودي حاجات بتساعد في عملية التسخين وتيجي مثلجة او عمليه تجهيز بدائيه لكن مش ملك المؤسسه. بتخش هنا كده بياخد الصينيه
بياخد اللي هو عايزه من اكل سواء تشيكن او صالات او برجرز، بياخد من هنا باي اند ديزرت ديسبنسر الحاجات الفطاير والحاجات الحلويات، بياخد الدرينك بتاعه من هنا، بياخد الكاتشب والمايونيز والمستردة والبهارات وكل اللي هو عايزه موجود هنا، بياخد القهوة بتاعته من هنا لو عايز، بيدفع هنا كاشير هنا. وده الممر او الطريق بتاع التري، بدل ما يشيلها بيحركها على الممر ده لغاية ما بعد ما بيدفع بيخرج من هنا، يخرج من هنا ويقعد يقعد على الكافيتيريا. الكافيتيريا دي اللي هي فيها مجموعة من الطاولات، وهنشوف الديزاين بتاعها بعد شوية. كل الحاجات دي بتساعد في عملية تجهيز سندوتشات بسيطة وحاجات جاية من اكل كده جاي من من مطاعم خارجية، لان احنا ما عندناش الفاسيلتيز اللي احنا نعمل كل الحاجات دي، فبنشتري بعضها ونحمر بعضها عندنا وحاجات بسيطة كده مش ده بالنسبة لايه السيرفينج لاين with caterers preparation area، منطقة كده لمتعهد ان هو يجهز فيها الاكل بتاعه، متعهد الطعام. طيب تعالى بقى نشوف السبيس requirements بالنسبة للكافيتيريا. should be based on the maximum number of employees، لازم بنصممه على اكبر عدد من الموظفين اللي ممكن ياكلوا في الكافيتيريا في نفس الوقت، في نفس اللحظة. the cafeteria at any one time. فالتصنيف على حسب هي المنشأة طبيعتها، commercial industrial بنكيو تجاري او صناعي او مأدبة او حفلة او كوير فوتش الاونس بيرسون، كل شخص هنخصص له مساحة قد ايه بالنسبة للكافيتيريا. بالنسبة للكوميرشال من 16 ل 18 سكوير فوت ادم مربع، الاندستريال من 12 ل 15، بنكويت من 10 ل 11. طبعا على حسب برضو العدد اللي موجود عندنا بنضرب العدد ده في في اي رقم من الارقام دي. ده بالنسبة ماكس على حسب ماكسيمم نمبر كل شخص المساحة دي من الى. اوكي طيب بنيجي بقى بالنسبة للطاولات او الترابيزات، عندنا في اكتر من مقاس. popular table sizes are الحاجات الترابيزات اللي هي الناس هتقعد عليها الشائع، المقاسات الشائعة 36 42 و 48، اكبر حاجه ده سكوير انش ترابيزات مربعه 36 انش مربع 36 في 36 42 في 42 48 في 42 انش سكوير تيبل ساند. وفي انواع تانية مستطيله الشكل 30 انش وايد، العرض بتاعها 30 لكن الطول بتاعها طبعا طويله 6 في 6 و8 و10 قدم لونج، اطوال مختلفه. اوكي وطبعا كل واحده ليها الكباسيتي بتاعتها. سكوير تيبلز الميزه بتاعتها او العيب بتاعها ريكواير مور ايل سبيس ذان ريكتانجولار تيبلز، عيب فيها انها بتحتاج ممرات زياده، مساحات زياده كده حواليها اكتر من اللي بتحتاجها الريكتانجولار تيبلز. ولكن الميزه بتاعتها انها سكوير تيبلز but results in more attractive cafeteria، بتخلي شكل الكافيتيريا حلو جذاب بالنسبة للناس انها تكون في طاولات مربعة عن انها تكون طاولات مستطيلة. table sizes، طب انا هاخد اي size، هل هاخد مربع، هاخد مستطيل، هاخد اي مقاس من المقاسات دول سواء بالنسبة للسكوير او بالنسبة للريكتانجولر. table size depend على on whether or not employees retain their trays during the meal، هل هو اثناء ما بياكل بياخد بيحتفظ بالصينيه بتاعته ولا بيرجعها، بياخد الصينيه بالاكل ويحط الاكل، يفرغ الاكل ويرجع الصينيه او يحطها في مكان اي مكان جنبه لكن بعيد عن الترابيزه، ما بتاخدش، ما بتشغلش فراغ. فحجم الترابيزه على حسب، انت لو هتحتفظ بالترابيزه طبعا يبقى محتاج مقاس اكبر، لو هتحتفظ بالصينيه يبقى انت محتاج كبير، مكان كبير، لو مش محتاجها وهترجعها يبقى انت محتاج مكان اقل او مساحه اقل بالنسبه لمقاس الطاوله، محتاج طاوله اصغر. ده المفهوم. 36 انش اللي هو المقاس الصغير سكوير تيبل از ادكويت فور 4 امبلويز اف ذي دونت ريتين ذير تريس، ست المقاس ده اللي هو السكوير تيبلز ده مناسب جدا لاربع اشخاص، مناسب لاربع اشخاص اذا كان هم مش هيحتفظوا بالصواني بتاعتهم،
الصواني بتاعتهم مش هتبقى معاهم، هيرجعوها. ستاندرد تريس ار الصواني اللي ستاندرد طبعا بتبقى مستطيله شكل و 14 في 18 انش، وبالتالي لما نضرب 14 في 18 اللي هو مقاس الصينيه الواحده 48 انش سكوير تيبل از موست سوتبل اف امبلويز ريتين ذير تيبلز، لو هم احتفظوا بالصواني بتاعتهم فهتلاقي المقاس الكبير ده مناسب بالنسبه للعمال. وكم عامل برضو 4، اوكي 4 هيقعدوا بالصواني، يبقى هياخد تيبل سكوير تيبل مقاسها كام 48 انش، 4 هيقعدوا بدون صواني هياخد سكوير تيبل مقاسها كام 36 انش. ريكتانجولار تيبلز اللي هم ال 6 وال 8 وال 10 فيت لونج اللي احنا قلناهم قبل كده، دول ادكويتلي سيت بيكفوا ان 3 او 4 او 5 امبلويز ريسبكتيفلي. يعني لو خدوا طاوله مستطيله الشكل الطول بتاعهم كلهم نفس الويتس 30 انش، الطول بتاعهم 6 فيت لونج، فده يكفي 3 3 يقعدوا 3 بيقعدوا من كل ناحيه on each side of the table with no end seats، مفيش كراسي في النهايات بتاعت الطاولات، يعني 3 قدام بعض ماشي. ما تقوليش بقى ايه واحد هيقعد يمين وشمال الترابيزه، لا. بالنسبه ل 8 فيت لونج دي كافيه الاربعه، بالنسبه ل 10 فيت لونج كافيه الخمسه، مش خمسه بس، خمسه on each side of the table، خمسه هنا وخمسه هنا كافيه 10. The use of vending machine بقى اللي هو البديل الايه؟ البديل المفروض الثاني الفيندنج. احنا اتكلمنا على الطاولات، اتكلمنا على السيرفس لاين، اتكلمنا على الكافيتيريا، هنتكلم على تاني بديل بقى. ما كل البدايل التاني والتالت والرابع محتاجين كافيتيريا، اتكلمنا على الكافيتيريا، اتكلمنا عن السيرفس لاين كده خطيف، اتكلمنا عن الطاولات اللي بتستخدم جوه الكافيتيريا والمساحه المطلوبه. بيقول لك هنا the use of vending machines is the least troublesome way of providing food services for employees، يعني وسيله سهله جدا وبدون ازعاج وبدون مشاكل لتزويد خدمه الاكل بالنسبه للموظفين، عمليه سهله جدا. هو يحط العمله في المكنه زي ما هنشوف شكلها بعد شويه، ويمكن انتم عارفينها موجوده في المولات الكبيره والمحلات الكبيره ومنتشره دلوقتي. تحط العمله تطلع اللي انت وتدوس على، عايز شوكولاته، عايز درينك، عايز حاجات، حتى حاجات سخنه موجود، كل ده موجود. It's also the most flexible on-site food service alternative، بديل مرن، يعني ممكن نحركه من مكانه، ممكن نغير ترتيبه، ممكن نحط اصناف مختلفه، وطبعا في متعهد بيشغل الكلام ده. Employees not wishing to purchase their lunches typically feel more at ease of if vending machines are utilized than if serving lines or full kitchen are provided، بيحسوا براحة اكتر في الاستخدام عن ان هم يستخدموا مطبخ لو هم مش عايزين يشتروا اكل، بيفضلوا الفيندنج ماشين. فور سبيس بلاننج بالنسبة بقى لو انت بتخطط، ده دي الفيندنج ماشينز اشكال مختلفة، وهنشوف دلوقتي الشكل لي او تخطيط typical vending machine. One او vending area for space planning purposes 1 square feet per person، كل شخص هيتم خدمته في الفيندنج ماشين اريا محتاج له مساحة 1 قدم مربع based on the maximum number of persons eating at one time، والرقم ده اتحدد بناء على اكبر عدد من الناس اللي هتاكل في وقت واحد، يبقى كل شخص من خصصين لواحد ايه؟ واحد فيت سكوير قدم مربع. ده عباره عن تيبيكال انستتيوشنال فيندنج اريا فيها كل حاجه، هنا الناس بتخش وتخرج، وفي برضو مدخل ومخرج. هنا الناس بتخش هنا لو محتاج، ده ويل شير كاونتر للهانديكاب، درينكينج فاونتين ده مكان للمشروبات، صب اللي انت عايزه، كاونتر اند مايكروويف اوفن لو عايز تسخن حاجة، كاندي اند سناكس، ايس كريم، هوت بيفريجز، كولد بيفريجز، كولد فود،
يعني حاجة في تكرار هنا طبعا وأنواع مختلفة، كاونتر أند مايكروويف أوفن من الناحية التانية عشان يبقى فيه سهولة للناس اللي داخلة من بدل ما تمشي المشوار ده كله. لو في حاجة أنت عايز ترجعها، كاند بيفرج ستورج، ده مكان للكاند بيفرج ستورج، الأغذية المحفوظة مخزن ليها المعباه. هنا لو في حاجه هتفرضها او ترجعها، جانيتور كلوزت، ده طبعا باب تخش منه وتلاقي فيه هنا اولا باك سيرفد تشينج ماشين، مكان، وده شيلف رف لو انت عايز تغير عمله تفك، ده مكان اللي فك الفلوس بس عشان تاخد عمله. جانيتور كلوزت ده مكان فيه حاجات ادوات النظافه وما شابه ذلك بالنسبة للايه للعامل المفترض يكون متواجد في المكان ده. طبعا الويل تشير كاونتر ده خاص بالهانديكاب، ده خاص بالستاند اب كاونتر، الناس اللي واقفة على رجليها، ده دول اصحاب الحاجات الخاصة. فده كده بنتكلم على الفيندينج اريا والمساحة المطلوبة لكل شخص هيتم خدمته في الفيندينج اريا، طبعا مبنية على الماكسيمم نمبر اوف بيرسونز اللي هيتخدموا في نفس الوقت. هنا مدينا مثال سريع كده. If a facility employs over 200 people, a serving line is a feasible alternative. ده حل كويس. لغاية 200 حل كويس اللي هو ايه serving line. وكافيتيريا طبعا احنا قلنا في كل الحالات في كافيتيريا. When a serving line is utilized لو استخدمناه. A caterer is frequently contracted to prepare all food off site and to serve the food to the employees. بيتم التواصل لو احنا استخدمنا موضوع serving line والكافيتيريا، فان احنا بنتواصل باستمرار او بنتعاقد باستمرار اللي مع متعهد ان هو يجهز كل الاكل خارج المؤسسه بتاعتنا اوف سايت، ويقدم الاكل للموظفين بتوعنا داخل المؤسسه، هو يعمل عمليه السيرفنج، يعني هو اللي بيعمل بربير وسيرفنج. The cost of a meal is often quite competitive with the cost of running a full kitchen for facilities employing less than 400 بيبول. يعني بيقول لك في حاله ان انا اسيب الموضوع ده للمتعهد واستخدم السيرفنج لاين مع كافيتيريا، بيبقى اوفر بالنسبه لثمن الوجبه، اوفر تكلفتها اوفر، وبتبقى سعر منافس من تكلفه ان انا يبقى عندي فول كيتشن يبقى على حسابي فور فاسيلتيز امبلوينج للعدد الاقل من 400. لكن لو العدد زياده عن 400 ده شيء كويس قوي، يعني من 200 ل 400 لا الاحسن ان انا ايه اللي انا احسن ان انا اعمل سيرفنج لاين مع كابيتال. اي تيبيكال اندستريال سيرفيس لاين ريكواير، سيرفيس لاين النمطي بيحتاج قد ايه، وخد بالك دي هتحتاجها في المساله، في مساله في او مسائل في الشيت عن الجزئيه دي. 300 سكوير فيت بتحتاج سيرفيس لاين مساحته كامل اللي انت محتاجها 100 قدم مربع. اند كان سيرف 7 employees per minute، ويخدم 7 موظفين في الدقيقة. خد بالك من الأعداد دي علشان هتحتاجها في حل المثال اللي في آخر الجزئية دي. هنا full kitchen is used a surface line طبعا هيكون موجود اللي هو في شكل 4-7 surface line احنا شفناه قبل كده. بالإضافة إلى full kitchen معناها إن أنت عندك surface line، ما عندك kitchen must be included in the facility، لازم يكونوا موجودين ضمن الفاسيلتي. A full kitchen في العادة can usually be justified economically if there are over 400 employees within a facility. لو كان عندك عدد الموظفين فوق ال 400 فكده مبرر اقتصاديا ان انت تعمل full kitchen. لكن اقل من كده يبقى surface line. Space planning for kitchens to include space for food storage. طبعا الكيتشن محتاج ايه؟ مساحة للاكل، تخزين الاكل، فود بريبريشن تجهيز الاكل واعداده. قبل كده كان سيرف سلايم كان المتعهد هو اللي بيعمله بره اوف سايت ويجيبه لنا ويقدمه لنا. اند ديش واشنج، كل الكلام ده بيتعمل داخل بقى ايه ده اللي اسمه فول كيتشن. شود بي بيزد اون ذا توتال نمبر اوف ميلز تو بي بريبيرد، المساحات دي كلها اللي احنا محتاجينها واللي مطلوبه للفول كيتشن بيتوقف على حسب عدد الميلز، نمبر اوف ميلز سيرفد في اللي بتتقدم. بص هنا كده لو عدد الميلز اللي بتتقدم من 100 ل 200 فالمساحه المطلوبه اهي من 500 الى 1000. وطبعا لو قال لك عدد الميلز مثلا 150 فانت هتاخد هنا كام؟
اللي في النص هنا 750، لو عدد عدد الميلس 100 تاخد 500، عدد الميلس 200 تاخد ليه ال1000، لكن لو هنا في النص بتاخد الابعد. فده المينيمم، ده الماكسيمم بالنسبه لكل ايه، لكل مستوى. وهكذا بالنسبه لو عندك من 400 ل 800، يعني لو قال لك 600 يبقى انت فين في الرينج ده، فين في النص بالظبط، يبقى هنا في ايه، تاخد الافريج. اوكي، عشان تحدد مساحه الايه، الفول كيتشن. ده الفول كيتشن او الكيتشن هو فيه الحاجات دي اللي انت محتاجها. ده خارج خالص السيرفس لاين، هيبقى مساحته قد ايه مطلوبه، الطاولات هتبقى مساحتها قد ايه مطلوبه، كل ده بيتضاف علشان تجيب التوتال ايه، التوتال سبيس ريكوايرد او ريكوايرمنت. تعال ناخد مثال، وده اخر حاجه بالنسبه للجزئيه دي. If an industrial facility employs 600 people and they are to eat in 3 equal 30 minute shifts، دي الشيفتات اللي احنا قلناها في المثال، وهم هياكلوا على 3 شيفتات، يعني كل 200 هياكلوا مع بعض. اوكي، بالجدول اللي احنا ايه شفناه قبل كده. How much space would be planned for a cafeteria؟ يعني انت محتاج مساحه قد ايه للكافيتيريا؟ كام في كام؟ عشان تخدم العدد ده كله. With a vending machine، يعني في ثلاث بدائل هنا، مع وجود فيندنج ماشين يبقى ده البديل الثاني اللي احنا شرحناه، لان البديل الاولاني هو ايه، هم ياكلوا بره. سيرفنج لاينز ده البديل الثالث، اور فول كيتشن ده البديل الرابع. وهنا في المساله دي شغل على ايه، ثلاث بدائل التانيين اهم، كانه بيصمم الثلاث بدائل، بيقول لك عايز المساحه المطلوبه عشان نخدم ال 600 دول بكافيتيريا مع فيندنج ماشين، كافيتيريا مع سيرفنج لاينز، او العكس مثلا نقول ايه، vending machine and cafeteria، serving lines and cafeteria، full kitchen and cafeteria. اوكي، اللي هي البدل اللي احنا قلنا عليه قبل كده. الحل سهل جدا، وكل الحاجات بنجيبها من الجدول، ارقام وحسابات سهله جدا. هنا بيقول لك بالنسبه للطاولات، لو احنا استخدمنا طاوله 36 سكوير انش من النوع السكوير تيبلز، خدناها يعني في اعتبارنا، فتيبل 4/4 بيوضح لنا ان احنا محتاجين 12 قدم مربع بالنسبه لايه، تيبل 4/4. طب احنا نروح للتيبل كده ونشوف نطلعها ازاي. اندستريال كلاسيفيكيشن، اندستريال هنا السبيس ريكويرمنتس فور كابيتال، اندستريال ده السبيس الاندستريال 12 مش كده، سكوير فوتش الاونس بير بيرسون ده اقل ايه 12 ماشي، ده جايبينه منين؟ من تيبل 4/4 بناء على ان هو اندستريال، وان احنا واحنا محتاجين لكل 200 شخص الحد الادنى في الشيفت، احنا مش بنتعامل مع 600، احنا في كل مره هيبقى في شيفت 200، هم مش هيطلعوا مره واحده ياكلوا، عشان كده هو خد الحد الادنى اللي هم 12، ما خدش العدد الكبير امبليوس تي 8 بير شيفت. وبالتالي طب دي مساحه للشخص الواحد، طب هم 200 شخص، 200 في 12 يدينا ايه؟ يدينا المساحه المطلوبه للكافيتيريا لل 200 شخص. اوكي؟ امال فين ال 400 الباقيين؟ لان هم 600، ما هم هياكلوا على شيفتس. فالحل بتاع المثال هو اول حاجه، لو احنا استخدمنا الطاوله السكوير تيبل 36 انش سكوير انش، فهنجد في تيبل 4/4، وارجع لتيبل 4/4 لما يكون زي مثال زي كده ومكتوب فيه رقم تيبل او رقم شكل، ارجع له على طول عشان تعرف الارقام دي جت منين. Indicates 12 سكوير فيت از ريكوايرد فور ايتش اوف ذا 200 امبلويز تو ايت بير شيفت، وبالتالي 12 في 200 يطلع 2400 بالنسبه ليهم كلهم، ده السبيس المطلوب للكافيتيريا. خلاص، دي اول حاجه، السبيس المطلوب للكافيتيريا ده من ضمن المطلوب كافيتيريا بس. طيب الفيندنج ماشين برضو ليها قاعده، از تو يوزد in conjunction with the cafeteria، لازم تستخدم مع الكافيتيريا، مفيش حاجه اسمها vending machine لوحدها او vending area لوحدها، في كمان كافيتيريا. with the cafeteria then an area of 200 feet square should be allocated for vending machines. ليه؟ لان كل عامل في الفيندنج ماشين بنخصص له ايه، او كل موظف بنخصص له قدم مربع، وهم 200 في المره الواحده بيخرجوا. زس، وبالتالي يبقى دول للفيندنج ماشين ودول للكافيتيريا، وبالتالي فيندنج ماشين فود سيرفيس فاسيلتي محتاجه 2600، اللي هي 2400 زائد ال 200. اوكي، ما تنساش ال 2400 دول للكافيتيريا بس، جم نتيجه ايه؟ نتيجه بحثنا عن واستخدمنا لطاوله معينه المساحه المطلوبه للايه؟
للموظف الواحد، وهم 200 يبقى 2400. ده دي عبارة عن الفيندينج ماشين فقط، دي الكافيتيريا فقط. مجموعة الاتنين يدينا ايه؟ ما يسمى الفيندينج ماشين فود سيرفيس فاسيليتي. اوبشن اللي بعد كده سيرفيس لاين مي سيرف 70 امبلويز ان ذا فيرست ثيرد اوف ايتش ميل شيفت. طب هو جاب لي المعلومه دي منين؟ بيقول لك خط اللي بيعمل سيرفنج اللي بيقدم واجبات للعمال بيخدم 70 عامل او موظف في اول فيرست ثيرد اوف ايتش ميل شيفت، في اول تلت لكل شيفت احنا بنعملها. احنا عندنا ايا كان عدد الشيفتات هيبقى 3 شيفتات، لان كل شيفت هيبقى فيها 200 شخص. طب 70 دي جابها منين؟ هو سيرفنج لاين بيخدم قد ايه في الدقيقه؟ بيخدم 7، وهو قال لنا قبل كده مكتوبه قبل كده بيخدم 7 في الدقيقه. طيب وهم كام دقيقه؟ المفروض هيتعملوا 10 دقائق، 7 في 10 70، يبقى 70 في الايه؟ في ال 10 دقائق. اوكي، وبالتالي احنا محتاجين ايه؟ 3 سيرفنج لاينز، 3 سيرفنج لاين، محتاجين 3 لان هم 200 شخص. هو الخط الواحد سيرفنج لاين الواحد بيخدم 70 شخص، واحنا عندنا 200 واحد بيطلعوا في نفس الوقت، فمش هينفع خط واحد، يبقى احنا محتاجين 3. الخط الواحد ده اللي هو بيخدم 7 في الدقيقه بيحتاج مساحه دي، ودي برضه مديها لنا داخل الشرح شفناها من شويه، 300 قدم مربع it should be blend لكل ايه؟ لكل لاين. طب احنا عندنا 3 لاينز، هي توتال اوف 3300 would be required for a food service facility using serving line. هو الرقم ده جه منين؟ هو الرقم ده جه من ان انت محتاج كافيتيريا، والكافيتيريا 2400، وانت محتاج هتعمل ايه؟ هتجيب 3 خطوط serving line، يعني ده كويس sufficient يعني. طيب احنا عندنا 3 خطوط، كل خط 300 قدم مربع، يبقى 300 في 3 كام؟ يدينا 900. ده 900 بالنسبه للسيرفنج لاين بس. امال الكافيتيريا كانت كام؟ الكافيتيريا كانت 2400. 2400 و 900 يدينا 3300، 3300 قدم مربع. فهمتوا الرقم ده جه منين؟ اسمعوا الموضوع تاني علشان تعرفوا الارقام دي كانت ازاي. بالنسبه للفول كيتشن ويل ريكوايرد، هيحتاج الفول كيتشن يعني ايه؟ فول كيتشن يعني سيرفنج لاين، يعني فور كافيتيريا اند سيرفنج لاينز. هو الرقم ده حسبناه قبل كده، مش محتاجين نحسبه كل شويه. فبيقول لك فروم تيبل 4.5 2100 قدم مربع فور ذا كيتشن. تيبل 4.5، مرجع لتيبل 4.5 ونشوف الرقم ده جه منين. 2100 تيبل 4.5، تيبل 4.5 اهو. هو التيبل 4.5 للكيتشن ده على حسب ايه؟ عدد الموظفين، عدد الناس اللي نمبر اوف ميلز سيرفد كلها مش في الشيفت. انت هتقدم كام وجبه كلهم، وبالتالي المساحه الايه؟ المطبخ اللي انت محتاجه. فمن 400 ل 600 وجبه، احنا 600 600 يعني في النص هنا، يعني المساحه المطلوبه في النص هنا بالنسبه للكيتشن يعني كام؟ يعني 2100 صح. تجمع الاثنين دول وتقسمهم على 2 يدينا 2100. فهمنا جت منين؟ هنا بنتعامل بالنسبه للكيتشن بنتعامل على انهم العدد كله، مش زي الكافيتيريا، زي السيرفنج لاين هيطلعوا على شيفتس. ف 2100 و 3300 مجموع الاثنين 5400 قدم مربع. دي المساحه الاجماليه لفول سيرفيس فود سيرفيس كابس فاسيلتي، سيرفيس فاسيلتي اللي هي فول كيتشن وفيها سيرفيس لاين وفيها كافيتيريا، يعني فيها كل حاجه. دي المساحه الاجماليه اللي احنا ايه؟ اللي احنا محتاجينها. وده بيعمل كونكلود للجزء ده من الشابتر. وعشان كده احنا دلوقتي ريدي ان احنا نروح نشوف المسائل اللي موجوده على الجزء ده فود سيرفيس، نستعرض المسائل ونشوف هو ايه المطلوب. بيقول لك اول مطلوب هو طبعا سيكشن 4-4 ده اللي ايه؟ اللي بتغطيه المسائل دي بتغطيه، مطلوبه كلهم مطلوبين من حضرتك. The Ajax Manufacturing Company has decided to allow its hour for lunch. الشركه دي هتسمح لموظفينها ان هم في ساعه لللانش، هيتغدوا في ساعه. The lunch breaks are to start at 11. لانش بريك هيبتدي الساعه 11 صباحا. And to end at 1. ويخلص الساعة 1 بعد الظهر.
how many lunch starting times، بيقول لك هنا اعمل السكيدول يعني في كام شيفت هتبتدي، وما تنساش ان تلت الوقت لغايه تلت الوقت بريبريشن، هما كلهم ساعه ساعه يعني تلت الوقت يعني ايه؟ يعني 20 دقيقه من الوقت، و 40 دقيقه هياكلوا فيهم، يعني كل 40 دقيقه من اول 11 وبعد كده 11 و40 دقيقه وبعد كده زود عليهم 40 دقيقه وبعد كده زود عليهم لغايه ما توصل ان النهايه عندك الساعه واحده. يبقى يديك اجابه للسؤال ده، how many lunch starting times can be accommodated if lunch breaks must begin and end on the hour، خلال ساعه، or او يعني هو مديك كذا بديل، يعني اما ينتهي اللانش بريك بينتهي ان اون ان اور اون ذا كوارتر اور او ربع ساعه، اف لانش بريكس ماست بيجن اند اند، تبتدي وتنتهي في ساعه خلال ساعه البدايه والنهايه، اون ذا كوارتر اور ربع ساعه لو اللانش بريك ربع ساعه، اور اون ذا هاف اور او نص ساعة. يبقى هو مديك ثلاث بدائل عشان ايه؟ تحسب عليهم. اوكي؟ عشان تحدد عدد الستارتنج تايم في الثلاث حالات دول. اوكي؟ طيب السؤال اللي بعده. What is the impact on space requirements of vending for a vending machine and cafeteria food service for the following luncheon patterns؟ لو هم 300 عامل، 800 عامل وهم 1 شيفت، لو هم 400 عامل و 2 شيفتس. 1 شيفت يعني يطلعوا مره واحده، 400 عامل 2 شيفتس على 2 شيفتس 400 و400، هل في تاثير ان انا اقسمهم كده؟ تاثير على ايه؟ تاثير على السبيس ريكويرمنتس، المساحه المطلوبه. لو انت خرجتهم 800 بتخدمهم في نفس الوقت، او 400 و400، او 400 على 4 4 مرات يعني 4 شيفت، ايه تاثير المساحه؟ يعني بيقول لك اوجد لي السبيس ريكويرمنتس في الفيندنج ماشين والكافيتيريا فود سيرفيس لو عندنا الحالة دي أو الحالة دي أو الحالة دي. السؤال التالت. What is the impact on space requirements for a surface line and the cafeteria food surface for the luncheon patterns given in problem 4.9؟ بالنسبة للمسألة دي. هو بدل ما يقول لك الفيندنج ماشين والكافيتيريا، لا السيرفنج لاين والكافيتيريا. الأخيرة بدل ما فيندنج ماشين وكافيتيريا سيرفنج لاين او كافيتيريا، لا اللي هو البديل الاخير بقى، تاثير المساحه على الفول كيتشن اند كافيتيريا. عايز التاثير يعني تحسب الثلاث حاجات دول او ثلاث اوضاع دول في بديل ده او البديل ده والبديل ده، يعني هتحسب الكلام ده 9 مرات، هنا ثلاث مرات، هنا ثلاث مرات، هنا ثلاث مرات. اوكي، وده دي المسائل المطلوبه في الجزئيه الخاصه بتاع الفود سيرفيس فقط. الجزء الرابع ان شاء الله واللي هو هيبقى جزء قبل الاخير، الهيلث سيرفيسز ضمن مكونات او عناصر اللي موجوده في شابتر 4. Some facilities have little more than a well supplied first aid kit. بعض الفاسيلتيز، بعض المنشآت بيبقى عندها little more than يعني اكتر منها بشويه، well supported first aid kits اللي هي الاسعافات الاوليه، اكتر من انها مجرد اسعافات اوليه. while other facilities have small hospital، في بعض المنشات بيبقى عندها مستشفى صغيره، مش كل المنشات قد بعضها ومش كل المنشات عندها القدره انها تعمل حاجه health services بنفس المستوى لكل الموظفين يعني. therefore a local building codes should be checked in establishing facilities requirements، وبالتالي لازم نرجع للكود المحلي عند بناء للمباني. طبعا هو بيتكلم على المحليات والولايه والكلام ده كله، في وهم بيشوفوا ايه متطلبات المنشاه دي، لان كل منشاه بيبقى ليها متطلبات معينه لازم تتوفر فيها. The types of health services that may be provided within a facility include. طيب يا ترى ايه انواع الهيلث سيرفيسز اللي ممكن تبقى موجوده في اي منشاه؟ بري امبلويمنت اكزامينيشنز، فيرست ايد تريتمنت، ميجر ميديكال تريتمنت، دنتال كير اند تريتمنت اوف النسز. ذا فاسيلتيز بلانر شود تشيك ذا فيرم اوبريتنج بروسيدور، لازم يعمل تشيك على الاساليب التشغيليه الخاصه بالمؤسسه. دول ترماين وات تايب اوف سيرفيسز ار تو بي اوفرد، ايه الخدمات المفروض
يقدمها. And what health services stuff to be housed within the facility. والخدمات الصحة أو الستاف اللي هيقدم الهيلث سيرفيسز اللي المفترض يكون متواجد داخل المنشأة. At the very least أقل حاجة a small first aid room should be included. غرفة للإسعافات الأولية صغيرة. أقل حاجة. The minimal requirements for a first aid room are an approved first aid kit, a bed and two chairs. دي المتطلبات الأقل متطلبات لغرفة إسعافات أولية. وبالنسبة للمساحة مطلوب مساحة 100 قدم مربع مطلوبة. طيب لو في نيرس هنوظفها عندنا تبقى موجودة عن نيرس في الفيرست ايد روم فيجب ان يكون في 2 بيتس و and should be expanded to 250 والفيرست ايد روم المفترض انها تبقى 250 بدل 100 تبقى 250 في حالة لو كان في نيرس. In addition بالاضافة لكده بمساحة تانية 75 سكوير فيت ويتنج روم يبقى الويتنج روم يجب انها تكون موجوده ومساحتها 75 قدم مربع. لو جبنا نيرس تانية تو بي امبلويد 250 قدم كمان محتاجين نضيفهم يبقى كده عندنا 2 نيرس. 25 قدم محتاجين نضيفهم should be added to the space requirements for the waiting room نزودهم بالنسبه للويتنج روم بدل ما تبقى 75 نزود كمان 25 يعني 100. And if a physician is to be employed on a part-time لو احنا هنوظف دكتور او اخصائي جزء من الوقت part-time عشان يعمل بعض pre-employment او to perform pre-employment physicals اللي هي القياسات والكشوفات اللي هي قبل عملية التوظيف اللي بيسموها pre-employment 150 square feet examination room should be provided لازم نضيف غرفة للكشف مساحتها 150 قدم مربع. If physicians are to be employed on a full أو طب لو هيجيبوهم بقى full time فالسبيس المطلوب بيبقى بالاشتراط مع أو بالاشتراط مع conjunction with a physician based on the type of services to be offered يعني لازم نتشاور مع الراجل الاخصائي اللي هنجيبه ده ايه اللي احنا محتاجينه وايه الخدمات اللي عندنا وبالتالي نحدد المتطلبات من المساحه الاخرى. وده اللي قدامنا ده رسم بسيط ومثال. فالرسمه اللي قدامنا دي 4.9 عباره عن نيرسنج ستيشن لاي اوت تخطيط لمحطه تمريض. الناس بتخش من هنا ده الباب الوحيد ليها. ده اوفيس ويتنج اريا مكتب المساحة أو مكان للانتظار. هنا ريست اريا مكان للراحة لو واحد يمدد كده عشان أي حاجة لغاية ما الإكزام روم تفضى. ده الإكزام دي الإكزام روم في حوض هنا وفي ترولي وفي سرير الكشف وكده. ده حمام دبليو سي أهو. ده حمام تاني دبليو سي داخل ريست اريا الناس اللي عايزة تخش الحمام ده. الناس اللي بتكشف المفترض تخش ممكن تخش الحمام هنا من هنا اوكي او يخشوا من هنا سي ان وهي غرفة الكشف المفروض بيخشوا لها من هنا. بالنسبة للجزء الخاص بالهيلث سيرفيسز اللي هو سيكشن 4.5 من الشيت نصيبه من الشيت هي المسألة رقم 14 فقط. If two nurses and a part-time physician are to be employed in a health services area لو احنا هنعين نوظف 2 ممرضات وممارس او طبيب بارت تايم في هيلث سيرفيسز اريا هاو ماتش سبيس وود بي الويد ان ذا فاسيلتيز بلان اعتقد انها سهله وتتحل في سطر او سطرين. النقطه الخامسه يا شباب في شابتر 4 بيرسونال ريكويرمنتس هي بارير فري كومبلاينس اللي هو الالتزام او الاذعان لمبنى خالي من الحواجز او العوائق. Facilities planner must incorporate the intent of the Americans with Disabilities Act
ايه فاسيليتيز بلانر لابد ان هو يشمل نية او هدف قانون الامريكي الخاص ب ديسابيليتيز اللي هم اصحاب الحالات الخاصة او الظروف الخاصة او الاحتياجات الخاصة، بيسموه القانون ده ADA. The intent is to ensure that disabled persons shall have the same rights as the able-bodied to the full and free use of all facilities that serve the public. الهدف من القانون ان احنا نضمن ان الشخص اللي عنده اعاقة او الشخص اللي محتاج اللي عنده ظروف خاصة او احتياجات خاصة يكون ليه نفس الحقوق زي بالظبط اللي جسمه معافى وسليم، ربنا عافينا جميعا، to the full and free use، ان يستخدم استخدام كامل واستخدام حر بدون مساعدة حد، of all facilities لكل المنشآت اللي موجودة في اللي بتخدم البابليك اللي هو العامة او الشعب. To this extent لهذا الحد يعني all barriers that would impede the use of the facility by the disabled person must be removed. كل الحواجز اللي تمنع عنها ان ال disabled person ان هو يستعمل المكان لابد انها تتشال، كل الحواجز دي، thereby making the facility barrier free. What are considered barriers؟ هو اللي بيعتبر عائق. A barrier is a physical object that impedes a disabled person's access to the use of a facility. على سبيل المثال a door that is not wide enough to accommodate a wheelchair or stairs without ramp access to the facility. اللي بيعتبر عائق اي حاجة physical مادية بتمنع الشخص ال disabled ان هو يعمل access على استخدام الفاسيليتي. على سبيل المثال لو الكتاب الباب مش عريض كفاية ان هو يعدي كرسي، كرسي بيمشي بعجل يعني، او ان يكون في ستيرز سلالم بدون رامب، بدون مسطح مايل كده يقدر ان الشخص يطلع عليه لانه مش عارف يستخدم طبعا الستيرز. The facilities planner must recognize that this applies to all public facility use groups. الكلام ده والقاعدة دي لابد انها تطبق على كل الفاسيلتيز اللي هي العامة او المجموعة دي، الاسمبلي، المصالح الحكومية، البيزنس، الديوكيشنال، الفاكتوريز اند اندستريال انستيتيوشنالز، المؤسسات، لازم يطبق عليها هذا القانون. The ADA will fundamentally impact the way industrial engineers approach the design of a facility. ال ADA اساسا هيؤثر تأثير أساسا على طريقة أو أسلوب اللي بيستخدمه المهندس الهندسة الصناعية في تصميمه للفاسيلتي هيختلف. From the parking lot، من أول الباركينج لوت، to entering the facility، لدخول الفاسيلتي، and exiting the facility، الخروج من المنشأة، moving within the interior of the facility، يتحرك داخل المنشأة، ورك ستيشنز، محطات العمل، المكاتب، الريست رومز، يعرف يتحرك في كل الأماكن دي. ده تيبيكال كليرنس بتاع العربية من إلى المقاسات المختلفة. هنا ده في ده رسمة بي بيعبر عن ويل تشير دايمنشنز اند تيرنينج راديوس. ده تيرنينج راديوس نصف القطر اللي بيدور حواليه أو الدايمتر. دي الأبعاد المختلفة اللي ممكن يقدر يوصل لها وبالتالي تؤثر على تصميم الاندستريال انجينير في الفاسيلتيز اللي ممكن يستخدمها زي الحمام مثلا. تيبيكال، الوضع ده تيبيكال، الوضع التيبيكال، هاي ريتش، أعلى حاجة نقطة يوصل لها، أبعد نقطة يوصل لها في الاتجاه ده، دي بيسموها ريتش زون، دي منطقة الوصول اللي يقدر يوصل لها، منطقة الوصول، المنطقة دي اللي بيقدر يوصل لها بسهولة، تكون في المنطقة دي، 3 feet و9 inches، ده ارتفاع الكرسي. Compare these dimensions in fig 4.10، الشكل الموجود 4.10 اللي احنا لسه شايفينه،
هنعمل مقارنة بيه with the dimensions of an able-bodied persons typically clearance and reach dimensions أو reach requirements as given in fig 4.1. يقول لك اعمل مقارنة بين الحاجات اللي يقدر يوصل لها والارتفاعات والمقاسات اللي موجودة في شكل 4.10 و 4.11، شكل 4.11 بالنسبة للشخص اللي جسمه معافى وربنا يعافينا جميعا. يقول لك اعمل مقارنة ما بين الاتنين، ده التيبيكال كليرنس بتاعه، التيبيكال كليرنس بتاع التاني اكبر شوية طبعا عشان العجلة، والارتفاعات والمقاسات دي برضو الريتش ريديوس برضو مختلف، هنا اتنين، هل هناك نفسها اتنين؟ دي المنطقة دي واحد و لا اقل، ادي الشخص وهو قاعد اوكي، المقاسات بتاعته والنقط اللي يقدر يوصلها بسهولة. دي هاي ايزي، ايزي ريتش، هاي ريتش اقصى ارتفاع يوصل له، التيبيكال العادي، ده الارتفاع بتاع التيبل المفروض يكون عليه، ده عبارة عن ايبل بوديد انثروبومتريك وده علم clearance and reach requirements in standing and sitting positions. ولما نيجي نعمل مقارنة ما بين able-bodied and physically disadvantaged individuals، الناس ال handicapped، في فروقات كبيرة بينهم، are significant physical differences في الناحية الجسمانية. There exists a rich zone where both groups can comfortably access objects placed in this zone. يعني بيقول لك بص لشكل 4.10A و 4.11B، هتجد ان هما الشكلين موجود فيهم ان في منطقة بيسموها rich zone، وهي ما بين 3 فيت ل 4 فيت فوق مستوى الارض، above floor level، 3 ل 4، وهي موجودة هنا، يعني موجودة في الشكل الاولاني هنا، هي بيسموها ريتش زون من 3 ل 4، ده بالنسبة للشخص العادي فوق مستوى الارض بتلاتة، 3 لغاية ايه؟ لغاية 4. اللي هنا بي برضو الريتش زون 3 فيت 9 انش، فهي الاتنين مجموعتين كده يبقى من 3 ل 4، اوكي ده مساحة الوصول. From analyzing the clearances for both groups, it's obvious that facilities, entrances, door, hallways, and so on must be wide enough to accommodate the wheelchair. المشكلة كلها في كرسي المتحرك اللي هو قاعد عليه. Typically 3 feet minimum، على الأقل يكون في العرض المفروض accommodate الكرسي ده 3 قدم. Also fixed facility elements in laboratories، حاجات الثابتة بقى اللي موجودة في المعامل أو أي مكان للمذاكرة أو الدراسة. Using workbenches requires a minimum clear width of 3 feet. From analyzing the clearances for both groups, it's obvious that facility entrances, doors, highways, and hallways and so on must be wide enough to accommodate the wheelchair, typically 3 feet minimum. Also, fixed facility elements in laboratories or other work study areas using workbenches requires a minimum clear width of 3 feet. محتاجة مساحة فراغ كده كلير اللي هو الشخص يعدي فيها 3 قدم. Additionally, by mapping the reach requirements of the average person against that of the handicapped, there exists a zone 3 feet to 4 feet. ده المنطقة اللي يقدر يوصل لها ما بين 3 ل 4 انش، where both groups can comfortably access items. المجموعتين يقدروا ان هم يوصلوا للايتمز اللي هي على بعد من 3 ل 4 انش براحة يعني. الجزء السابع والاخير عندنا في شابتر 4 هو جزء مهم جدا، وتحب الجزء ده ان شاء الله لما تدرسه. سيلف ستادي، اوفيس فاسيليتي بلاننج، اللي هو التخطيط لمنشاه فيها مكاتب، هل هيكون زي بقيه العناصر الاخرى البيرسونال؟ اكيد مختلفه. فمطلوب اولا الجزء ده مشروع في تكست بوك اللي موجود عندك في ابتداء من صفحه 160 لغايه 169. مطلوب حضرتك تدرس الجزء ده سيلف ستادي،
باي يور سيلف يعني، تقرا الكلام ده، المساحة المطلوبة، أشكال المكاتب، تترص ازاي، أنظمة مختلفة للأوفيس سيستمز، كل الكلام ده مطلوب حضرتك. إن أنت أوفيس بلاننج إن هاي تك هاي جروث انفايرمنت، كل الكلام ده مطلوب حضرتك إن أنت تدرسه. وده تخطيط فلور بلان للأوفيس أرياس، أحد الأمثلة. أوكي، أشكال مختلفة وتكنولوجيات مختلفة ممكن تكون موجودة في المكاتب وبنشوفها، واكيد في حاجات انتوا ما شفتوهاش. اوكي، ده اللي او التاني فلور بلان شوينج امينيتيز، هي الوسائل اللي ممكن تكون موجوده او محتاجها لاي مكتب. في هنا طبعا لوبي، مساحه فاضيه، في برودكت ديمونستريشن روم، كابي سنتر، ميل روم، في باك جراوند، في كيف، مش عايز اقول، في بار، في كل وسائل الراحه عندك هنا، تريننج سنتر، في بنك، في سكرتارية، دي كل وسائل الراحة تخدم طبعا على الايه، على المكاتب. نخش بعد كده اخر حاجة عندنا هي ايه الاسئلة اللي موجودة على الجزء ده، وبكده بنخلص الشابتر ان شاء الله. هو السكشن 4-7، ايه الاسئلة اللي موجودة عندنا عن السؤال رقم 19 و22 فقط. Give advantages and disadvantages of open versus closed office structures، ممكن تقول لنا مزايا وعيوب النظام او الهيكل المفتوح والمغلق بالنسبة للمكاتب. ان انا احط المكاتب كده وكل مكتب كده في غرفة لوحده او غرفتين، غرفة نحط فيها مكتبين والمكتبين اللي بعدهم مقفولين على المقفول عليهم، ولا كل المكاتب شايفين بعض. Make a list of criteria. Sorry. Make a list of criteria that can be used to evaluate office plans. ممكن تعمل لنا قائمة من المعايير اللي ممكن تستخدم علشان نعمل عملية تقييم لأوفيس بلانس، خطط مختلفة وتخطيطات مختلفة للمكاتب، نختار أي بلان أوفيس بلان على أي أساس، المعايير، ماشي، اعمل لنا لسه بيها. ده كان آخر حاجة عندنا في المحاضرة التانية للأسبوع الرابع، وأتمنى إن أنا أقابلكم دايما على خير. وما تنسوش إن إحنا عندنا موعد لأونلاين أوفيس أور، أعتقد إنها يوم الخميس الساعة 8، تكونوا جاهزين لمدة ساعة إن شاء الله، أو اللي محتاج حاجة أي استفسار، يوم الخميس الساعة 8 مساء، أونلاين أوفيس أور. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.